مشهد آخر ولم يغيب عن الصعيد في الوادي الجديد، حصل وفاة أحد أطفال الأباط وتم دفنه، ثم قامت محافظة الوادي الجديد باستخراج هذا الجثمان ومنع أهله من دفنه في المنطقة ديت بالصحراء. فكرة كلها برضو أن في طفل مات بمدافن بجوار مدافن المسلمين في محافظة الوادي الجديد، وذهب والد الطفل دفن ابنه، وبعد 4 أيام جه المحافظ وطلب من أسرته انتزاع الجثمان بتاع الطفل ودفنه في أي مكان آخر. أنا عايز بس يا ريت الفيديو نشوف المشاهد، يمكن حتى الصوت بتاعها فيها صويت أسرة الطفل نفسه على الوجع من خلال المشهد. خلاص يعني بيقول لك إكرام الميت دفنه، لا إحنا ناخد الميت اللي اتدفن دوت عشان المسيح نطلعه المدافن وخده يا عم ادفنه في اي حته تانية. طب ليه يعني ايه حكمه ربنا في ان انت تطلع الطفل مدفون وتروح تخلينا نروح ادفنه في مكان تاني؟ احنا مش عايزين يدفن هنا، وده قرار كمان من محافظه الوادي الجديد، مركز الفرافره هناك. فالحقيقه لازم الدوله تتدخل، لازم الدوله تتدخل في هذه المهازل.